اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. today ان شاء الله هناخد ليسون 2 في يونت 2 اللي بعنوان الويت. الدرس بتاعنا النهارده من الدروس السهله جدا، يعتبر اسهل درس في اليونت، وكل المعلومات اللي فيه احنا واخدينها قبل كده. يلا مع بعضينا نراجع كده على المعلومات دي. في الاول عايزين نعرف ونقول يعني ايه الويت. كلمه الويت يعني الوزن. طب يعني ايه الوزن؟ هو الوزن ده انا بقيس بيه ايه؟ الويت او الوزن احنا بنقيس بيه الـ heaviness of an object، يعني بشوف الحاجة دي تقيلة قد ايه؟ يعني لما احب اقول الحاجة تقيلة ولا خفيفة؟ هقول تقيلة قوي، تقيلة شوية، خفيفة. انا عايز اعبر عن التقل بتاعها. هنعبر عن التقل ازاي؟ هنعبر عنها بحاجة اسمها الويت. يبقى كل لما يكون الويت كبير، كل لما يكون الاوبجكت عندي از هيفي، يعني الويت بيقول لي الاوبجكت عندي هيفي قد ايه. طيب ايه هي اليونتس اللي هنقيس بيها الويت؟ احنا عرفنا ان كل كوانتيتي ليها يونت، زي الكاباسيتي كنا بنقيسها بالليتر والمليليتر الدرس اللي فات. الويت بقى هنقيسه بايه؟ الويت هنقيسه بثلاث حاجات، يا اما هنقيسه بالجرامز، يا اما بالكيلو جرامز، يا اما بالطن. كل يونت من دول بقيس بيها حاجة معينة. الجرامز بنقيس بيها الحاجات الصغيرة جدا، زي مثلا الخاتم الذهب ده. الخاتم ده مش هيفي. يعني ايه مش هيفي؟ يعني خفيف. طالما خفيف نقيسه بالايه؟ بالجرام. طيب لو احنا مثلا شفنا البوي ده الوزن بتاعه تقريبا قد ايه؟ ده 25 كيلو جرامز. يبقى الكيلو جرامز ممكن نقيس بيه الوزن بتاعنا. طيب لو عندي حاجة اتقل شوية، زي مثلا الكار او التراك، او مثلا الحاجات الكبيره جدا زي مثلا الفيل او الحاجات الضخمه، نقيس الوزن بتاعها بايه؟ بنقيسه بالطن. احنا اللي يهمنا هنا ان احنا نعرف العلاقات ما بين اليونتس دي وبعضها. احنا كنا عارفين قبل كده ان الكيلو جرام فيه 1000 جرامز، دي سهله قوي. ال1 كيلو جرام كان فيه 1000 جرامز. ايه تاني لازم نعرفه؟ لازم نعرف ان ال1 طن فيه 1000 كيلو جرامز، يعني الطن في 1000 كيلو جرامز، والكيلو جرام في 1000 ايه؟ 1000 جرامز. يبقى ال1 طن في كام جرامز؟ في 1 مليون جرامز. يبقى احنا الثلاث حاجات دول لازم نعرفهم تماما علشان المسائل. هيجي يديني حاجه بالكيلو جرام ويقول لي حولها لي للجرامز، لازم نعمل تايمز 1000. حاجه بالطن يقول لي حولها لي للكيلو جرامز، لازم نعمل تايمز 1000. ولو من طن لجرامز تايمز مليون. طيب لما هنيجي نشتغل في المسائل ونحل، ايه اللي احنا محتاجينه؟ احنا محتاجين نعرف التحويلات بتتم ازاي. يعني لو جات لي الحاجه بالطن وعايز اعمل لها كونفرجن او احولها للكيلو جرام، هنعمل ايه؟ هنعمل تايمز 1000. طب لو جات لي بالكيلو جرام وعايزين نخليها بالجرام، نعمل تايمز 1000 برضه. يبقى عشان اوصل من الطن للجرام هنعمل تايمز كام؟ هنا في 1000 وهنا في 1000، يبقى هنعمل تايمز مليونز، يعني هنحط جنب الطن 6 زيروز نوصل لمين؟ للجرامز. طيب لو جالي بقى الحاجه بالجرام وعايز اوديها للكيلو جرام، نعمل ايه؟ نعمل ديفيجن، ومن الكيلو جرام للطن برضو ديفيجن. يعني من اليونت الكبيره لليونت الصغيره بنعمل ملتيبليكيشن، ومن اليونت الصغيره لليونت الكبيره بنعمل ديفيجن. طبعا كل الاكسرسايز هنلاقيه مليان تحويلات. ايه تاني احنا محتاجين نعرفه؟ محتاجين نعرف الأجزاء من الطن والأجزاء من الكيلوجرام بتيكوال كام. يعني مثلا هاف الكيلوجرام، الكيلوجرام 1000 جرامز، يبقى الهاف الكيلوجرام 500 جرامز، الكوارتر اوف كيلوجرام 250، الثري كوارتر اوف الكيلوجرامز عبارة عن 750. دول مهمين جدا نعرفهم. خلاص يبقى الهاف 500، ال 1 اوفر 4 250، 3 over 4 750. وبرضو بالنسبة للطن، half a ton 500 بس المرة دي كيلو جرام، quarter of a ton 250 كيلو جرامز، 3 over 4 of a ton ب 750 كيلو جرامز. الحاجات دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا واحنا بنحل في المسائل. وزي ما انتم شايفين يا اولاد الدرس سهل جدا، عبارة عن ان احنا نعرف ايه هي اليونتس بتاعت الويت والتحويلات ما بينهم. تعالوا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. هنا بيقول لي circle the answer that gives the best estimate of the weight as in the example. هنا المج ده
الويت بتاعه قد ايه؟ لما احنا نيجي نشيله كده تقريبا قد ايه؟ بيبقى 4 جرام خفيف قوي، ده 4 جرام ده خفيف قوي قوي، ولا بيبقى 2 كيلو جرام؟ 2 كيلو جرامز دي حاجه برضك تقيله مش قليله، ولا 300 جرامز؟ لا المج هنلاقيه 300 جرامز. طيب بالنسبه للاليفنت 5000 جرام ولا 20 كيلو جرامز ولا 2 طنز؟ ده الفيل حاجه تقيله قوي، يبقى هنقيسه بالطن، يبقى 2 طنز. طيب هنا الدونكي الصغير ده 1 كيلو جرام ولا 10 جرامز ولا 150 كيلو جرام؟ احنا قلنا الجرام للحاجات الصغيره قوي. طب الكيلو جرام، ممكن الكيلو جرام نقيس بيه الويت بتاع مثلا الانيمالز كلها، بس ده 1، ال 1 ده قليل جدا. يبقى ايه هو الويت المناسب؟ 150. طيب يلا هنا الكاو الصغيره دي الويت بتاعها تقريبا كام؟ هل 3 كوارترز اوف الطن؟ 3 كوارترز اوف الطن قلنا ان هي 750 كيلو جرامز، ودي حاجه كبيره جدا، 750 ده كبير جدا. ولا 1000 جرام؟ 1000 جرامز يعني 1 كيلو جرام. هل دي 1 ولا 100 كيلو جرام؟ هي لو كاو صغيره شويه تعمل لها 100 ايه؟ كيلو جرام. طيب يلا اللي بعد كده اللي تشير 5 كيلو جرام ولا 700 جرامز ولا 1 كيلو جرام؟ ها فكروا فيها، يبقى تقريبا قد ايه؟ 5 كيلو جرامز. الضج الويت بتاعه بالطن ينفع 1 طن؟ يعني الويت بتاعه 1000 كيلو جرام؟ معقول؟ هل 50 جرام ده صغير جدا؟ امال كام؟ 15 كيلو جرام. يلا الجار ده 1 كيلو جرام ولا 400 جرام ولا 1.5 كيلو جرام؟ ممكن نختار دي وممكن نختار دي وممكن نختار دي. هو لو كبير شويه ممكن يبقى 1 كيلو جرام او 1.5، ولو صغير ممكن يوصل 400 جرام. احنا هنا هنعتبر ان هو صغير فهنختار مثلا الايه؟ ال 400 جرام. يلا البالون هنا بالجرام، بس ده خفيف قوي، يبقى 800 ولا 200 ولا 20؟ يبقى 20. الزبون صغيره قوي 100 جرام. يلا الدك ديت 5 كيلو جرام ولا 15 ولا 25؟ لا طبعا بتبقى 5 كيلو جرام. اكسرسايز 2 بيقول لي تشوز ذا سوتبل يونت اوف ويت تو ميجر ذا جيفن اوبجكت. مدينا اوبجكت، مدينا حاجه وعايزين نشوف الويت بتاعها هنقيسه بانهي يونتس. يعني البايسكل هتبقى بالجرامز ولا بالكيلو جرامز ولا بالطنز؟ تقريبا كده البايسكل وزنها قد ايه؟ طبعا هيتقاس بالكيلو جرامز. طيب الرابت الارنب، ها بالجرام ولا بالكيلو جرامز ولا بالطنز؟ لما بنروح نشتري الارنب بنلاقيه بالايه؟ بالكيلو جرامز. طيب القار حاجه تقيله جدا يبقى بالطن. ها التوث براش فرشه السنان دي خفيفه يبقى بالجرامز. طيب الاليفنت، الاليفنت حاجه تقيله قوي يبقى بالطنز. ها الرات اللي هو الفار، الفار بايه؟ بالكيلو جرامز ولا بالجرامز؟ لا الفار خفيف يبقى بالجرامز. طيب ازبون في شجر، معلقه السكر تبقى بايه؟ بالجرامز. الكاو جرامز ولا كيلو جرامز ولا طنز؟ لا كيلو جرامز. طيب ان انفلوب اللي هو الظرف، الظرف الورق ده خفيف جدا بالجرامز. البنسل جرامز. الديسك اللي احنا بنقعد عليه، لا ده بالكيلو جرامز. ها البيبر كليب اللي احنا بنمسك بيه الورق ده خفيف يبقى بالجرامز. اللوف اللي هو الرغيف بنقيسه بايه؟ بالجرامز. الكب برضو بالجرامز. البير الدب ده حاجه ضخمه قوي يبقى بالكيلو جرام ولا بالطنز؟ ما بيوصلش للطنز بيبقى بالكيلو جرامز. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي تشوز ذا سوتبل ويت فور اجار اوف جام برطمان المربى تقريبا 50 كيلو ولا 5 جرامز ولا 500 جرامز؟ 500 جرامز. الابل 10 جرامز صغيره قوي ولا 1 كيلو؟ احنا لما بنيجي نشتري 1 كيلو جرام اوف ابل بيبقى تقريبا 4 ابلز او 5 ابلز، يبقى الواحده تقريبا كام؟ 150 جرامز. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اتوي كار العربيه اللعبه تقريبا الويت بتاعها قد ايه؟ 2 جرامز قليله قوي، 10 جرامز برضه خفيفه جدا،
امال هي تقريبا كام؟ 700 جرامز. ها ادينينج رومي شير الكرسي اللي احنا بناكل عليه تقريبا كام؟ 6 جرامز، خفيف قوي. 6 تونز كتير جدا، امال قد ايه؟ 6 كيلو جرامز. ها الكات، هل ينفع الكات تبقى 50 كيلو جرامز؟ مستحيل. هل ينفع تبقى 500 جرامز؟ صغيره جدا جدا، امال تقريبا ممكن تبقى قد ايه؟ 5 كيلو جرامز، تبقى كبيره شويه. يلا التراك، العربيه النقل الكبيره، بنقيس الويت بتاعها بايه؟ بالطنز. ها يور فازر، البيبول دايما بنقيس الويت بتاعهم بالكيلو جرام على طول. طيب ا جولدن بريسلت، يعني الاسوره اللي تتلبس في الايد الذهب، دايما اي حاجات بنلبسها في ايدينا بتبقى خفيفه جدا، تبقى بالايه؟ بالجرامز. طيب الووتر ميلون، البطيخه 3 جرامز، صغيره جدا، 3 تونز كتيره جدا، امال قد ايه؟ 3 كيلو جرام. طيب الزبون، المعلقه، المعلقه خفيفه، عمرها ما هتبقى بالكيلو جرام، يبقى اكيد بالجرام. بس 1 جرام ولا 50 جرام؟ 1 جرام ده خفيفه جدا، يبقى اكيد هي 50 جرامز. طيب التشيز برجر ساندويتش، البرجر ينفع يبقى 180 كيلو جرامز؟ مش معقول، ده كتير جدا. طب ينفع يبقى 18 جرامز؟ ده كده هيبقى خفيف قوي، امال هو تقريبا كام؟ 180 جرامز. طيب الباج اوف فلاور، كيس الدقيق، 3 جرامز ولا 3 كيلو ولا 3 تونز؟ طبعا 3 كيلو. البايسكل، العجله، 15 جرام، دي خفيفه جدا. طيب 500 كيلو جرام، ينفع 500؟ ده كده قد العربيه، امال هي تقريبا كام؟ 15 كيلو جرام. يلا اللي بعد كده، اكسرسايز 4 ده انا بعتبره اهم اكسرسايز لازم نركز فيه قوي، عشان ده بتاع التحويلات. يعني هنا مثلا ال 3 تونز، عشان نحول التونز للكيلو جرامز عملنا ايه؟ عملنا تايمز 1000، يعني عملنا ادنج، زودنا 3 زيروز جنب ال 3. طيب يلا هنا 7240 كيلو جرامز عايزين نحولها للتونز، يبقى لازم نعمل ديفايدد ايه؟ ديفايدد 1000. كنا بنعمل ايه لما بنعمل ديفايدد 1000؟ كان الديسمال بوينت بنحركها ناحيه الليفت 3 بليسز عشان هما 3 زيروز، يبقى هتجي لي هنا، يبقى 7.240. يلا كيلو جرامز عايزين نحولها للجرامز، هنعمل ايه؟ هنعمل تايمز 1000، تايمز 1000 يعني هاد 3 زيروز، نضيف 3 زيروز جنب الايه؟ 75، يبقى 75000. يلا 12000 جرامز، فيهم قد ايه من كيلو جرامز؟ هنعمل ديفايدد 1000. ديفايدد 1000 يعني ايه؟ يعني نريموف 3 زيروز يديني 12. 7 تونز، التونز عشان يوصل للجرامز بنعمل تايمز 1 مليون، يعني هنقاد 6 زيروز، يبقى هنا 7 وجنبيها 6 زيروز. طيب يلا هنا الجرامز عشان نوديه للطن، يبقى هنديفايد اوفر 1 مليون، يعني نشيل 6 زيروز، ادي 1 2 3 4 5، فاضل لي زيرو اشيله ازاي؟ هنعمل 5 ديفايدد 10، 5 ديفايدد 10 اللي هي 0.5. يلا 70 كيلو جرام نحولها ازاي للجرام؟ تايمز 1000 يعني نقاد 3 زيروز، يبقى 70000. هنا من الجرام للكيلو جرام هنديفايد اوفر 1000، يعني الديسمال بوينت هنا تتحرك تبقى هنا، تبقى 4.5. ال 1 كيلو جرام قد ايه من الطن؟ دي حلوه بقى، هو ال 1 كيلو جرام عشان يوصل للطن لازم نعمل ديفايدد 1000، يعني ال 1 نعمل له ديفايدد 1000، واحنا عارفين 1 ديفايدد 1000 يديني ايه؟ يديني 0.001. وهنا الجرام عشان يروح للكيلو جرام نعمل له ديفايدد 1000، ها 1 ديفايدد 1000 يبقى 0.001. يلا الجرام عشان نوديه للكيلو جرام نعمل ديفايدد 1000، يبقى 60 ديفايدد 1000، الزيرو يروح مع الزيرو، يبقى 6 اوفر ال 100 اللي هي 0.06. يلا هنا تبقى كده 5000 ديفايدد 1 مليون، عشان نودي من الجرام للطن بنعمل ديفايدد 1 مليون، هنريموف هنا 3 زيروز وهنا 3 زيروز، يبقى 5 ديفايدد 1000 اللي هي ايه؟ اللي هي 0.005. اللي بعديها 1000 جرام قد ايه من الطن؟ نعمل ديفايدد 1 مليون،
ادي ال 1000 وهنا divided 1 مليون. 3 زيروز يروحوا مع ال 3 زيروز يبقى 1 over 1000 اللي هي كده. اللي بعديها 10 تنز، التنز عشان يروح للكيلو جرام نقاد 3 زيروز يبقى 10000 كيلو جرامز. يلا هنا ايه بالكيلو جرام يديني 1900 جرامز، يعني اكننا بنحول من الجرام للكيلو جرام. يعني نعمل كده 1900 divided 1000 تدينا ايه 1.9، يبقى هنا 1.9. يلا كم طنز يديني 4750 كيلو جرامز؟ ال 4000 يعني 4 طنز، وال 750 اللي هي 3 over 4 يعني دي كده عباره عن 4 and 3 quarters of a tons. طيب half كيلو جرام سهله 500 جرامز. هنا 4 and half tons قد ايه من الكيلو جرام؟ يبقى 4500 كيلو جرامز. يلا اللي بعد كده complete as an example 6230 جرامز فيها كام كيلو جرامز ومتبقي كام جرام؟ فيها 6 كيلو جرامز وايه و 230 جرام. طيب يلا هنا 3715 جرامز فيهم كام كيلو جرام؟ اللي هم 3000 يبقى 3 كيلو جرامز ومتبقي عندي قد ايه؟ 715. هنا 73102 جرامز فيهم قد ايه من الكيلو جرامز؟ اللي هم 1000 دول اللي هم 73 كيلو جرام، يبقى قدرني جرامز 102. طب يلا هنا 9251 كيلو جرامز فيهم كام طنز؟ اللي هم دول فيهم 9 طنز ومتبقي كام كيلو؟ متبقي 251. هنا 53 كيلو جرامز اند 8 جرامز فيهم كام جرامز؟ هو بيقول هنا 53 كيلو جرامز، ال 53 كيلو جرامز ب 53000 جرامز وهنضيف عليهم 8 جرامز يبقى 0 بلس ال 8 يديني 8 ونحط بعد كده الزيروز ديت وهنا ايه 53 يبقى 53000 اند 8. ها 6 كيلو جرامز اند 32 جرامز فيهم كام جرامز؟ ال 6 كيلو جرامز ب 6000 هنضيف عليهم 32 اللي هو يبقى كده 6032 جرامز. يلا اللي بعد كده 6 اند كوارتر كيلو جرام بلس جرامز فيهم كام جرامز؟ الاول لازم نحول دي للجرام. هنا 6000 ال 6 كيلو ب 6000 وال 1 اوفر 4 250 يبقى 6250 جرام. يلا نعمل صم 0 بلس 0 يديني 0، 5 بلس 0 يديني 5، 2 بلس 2 يديني 4 والايه وال 6 تنزل. يلا هنا 7 اند 1 اوفر 2 كيلو جرام اللي هي 7500 جرام بلس 250. يلا نعمل صم 0 بلس 0 يديني 0، 0 بلس 5 يديني 5، 5 بلس 2 يديني 7 وال 7 تنزل. هنا ده كيلو جرام وده جرام عايزين نحولهم للكيلو جرام. طيب نحول ده للكيلو جرام 250 جرام اللي هي 1 over 4 كيلو جرام. طيب انا عندي 3 over 4 و 1 over 4 ده هول 1 نضيفه على ال 6 يبقى 7. يلا هنا 1 and 3 over 4 كيلو جرام اللي هي ايه؟ اللي هي 1750 جرام. يلا بلس ال 50 0 بلس ال 0 يديني 0، 5 بلس ال 5 يديني 0 وهن كاري اب 1، 1 و 7 يديني 8 1 ينزل. طيب يلا هنا دي عايزين نخليها بالجرام وبالكيلو جرام. طيب ده عباره عن ايه؟ 9250 جرام بلس 750 0 بلس 0 يديني 0، 5 بلس 5 يديني 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 2 اس 3 بلس 7 اس 10 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 9 يديني 10 يبقى 10000 جرامز اللي هم مين؟ اللي هم 10 كيلو جرامز. طيب يلا اللي بعد كده يقول لي تشوز ذا كوركت انسر 4 كيلو جرام اند 700 جرامز
فيهم كام جرام؟ طبعا سهله 4700. 6.5 كيلو جرام فيهم كام جرامز؟ اللي هي دي 6500 جرامز. 2.3/4 كيلو جرام يبقى 2750. يلا هنا 6020 جرامز فيهم 6 كيلو جرامز اللي هم دول، ويبقى كام جرام؟ يبقى 20. طب يلا هنا 1 كيلو جرام and 750 جرامز فيهم كام كيلو جرام؟ يبقى احنا لازم نحول الجرام للكيلو جرام. 750 يعني 3 over 4، وعندي هنا 1 يبقى 1 and 3 over 4. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي put the suitable relation less than greater than or equal. هنعمل كومبير اليونت بتاعت الكيلو جرام ولا الطن، مين الجريتر؟ طبعا الطن اكبر، يبقى الكيلو جرام less than الطن. ها الكيلو جرام والجرام، الكيلو جرام is greater than الجرام. 500 كيلو جرام و 1 طن، ال 1 طن يعني 1000 كيلو جرام. انا لازم اخلي التو يونتس زي بعض عشان اعرف اقارن، يبقى ال 1000 greater than 500، يبقى ال 1000 is greater. هنا 10 tons وهنا 10,000 كيلوغرامز. ال 10 tons اللي هم مين؟ اللي هم 10,000 كيلوغرام، يعني زي بعض. هنا 3.25 كيلوغرام، الكوارتر ب 250، وادي 3 250 جرامز، يبقى الاثنين قد بعض. يلا اللي بعديها 9750 كيلو جرامز و 9 طنز، ال 9 طنز يعني 9000 كيلو جرام، واضح طبعا ان ده جريتر. هنا 750 ولا هاف كيلو جرامز؟ الهاف كيلو جرامز يعني 500 جرامز، طبعا ال 750 جريتر ذان ال 500. 6.5 طنز وهنا 6 and 500 كيلو جرام، الهاف طنز ب 500 كيلو جرام، وال 6 ب 6000 هما الاثنين قد بعض. اللي بعد كده ال 9 طنز بكام كيلو جرامز؟ 9000 كيلو جرامز. هنا 9000 هنا عندي 8780، يبقى ده الجريتر. يلا ال 3 كيلو وال 3000 جرام، 3000 جرام اللي هما ال 3 كيلو جرام، يبقى الاثنين قد بعض. هنا 700 جرام 0.7 كيلو جرام، ال 0.7 كيلو جرام لما نحولها للجرام نعمل تايمز 1000 يديني كام؟ يديني 700 جرام، يبقى هما الاثنين قد بعض. ال 1 طن وهنا 1 مليون جرام، احنا عارفين ان الطن ب 1 مليون جرام، يبقى الاثنين ايكوال. يلا اللي بعديها سيركل ذا جريتست ويت اند اندرلاين ذا سمولست وان، الويت الكبير حط عليه سيركل، الصغير نحط تحتيه خط. هنا 2 طنز، طبعا الطنز كبير جدا، بنحط هنا سيركل. مين الاقل بقى؟ 2.5 كيلو جرامز ولا 2000 جرام؟ ال 2000 جرام اللي هم 2 كيلو جرام، هنا 2 كيلو جرام اند ايه اند هاف، يبقى ده السمولست. هنا هاف طن، الهاف طن اللي هم 500 كيلو جرام، وعندي هنا 3 كيلو جرام، وعندي هنا 300,000 جرام، 300,000 جرام اللي هم 300 كيلو جرام and 1 جرام، يبقى مين أكبر حاجة؟ 500 كيلو جرام اللي هي الهاف طن، مين أقل حاجة؟ ال 3 كيلو. يلا هنا 600 طنز، طبعا ده كبير جدا، يبقى ده أكبر حاجة. هنا 800,000 جرامز اللي هم 800 كيلو جرام، وعندي هنا 7000 كيلو جرام اللي هم 7 طنز، يبقى مين الاقل؟ الاقل 800 ايه كيلو جرام. يلا هنا كوارتر اوف الطن اللي هو 250 كيلو جرام، وده 2.49 كيلو جرام، وهنا 249 كيلو جرام، طبعا 250 اكبر وده اقل حاجه. هنا 3 over 4 of الطن اللي هي 750 كيلو جرام، هنا ده بالجرام يبقى دي اكنها 99 كيلو جرام and 10 جرام، وهنا 99 مين اكبر حاجة؟ 3 over 4 طن، مين اقل حاجة؟ 99 كيلو جرام. يلا اللي بعد كده بيقول لي arrange the following weights in an ascending order، يعني من ال smallest للgreatest.
كيلو جرام، جرام اند طن. مين اقل حاجه؟ الجرام. مين اللي بعديه؟ كيلو جرام. مين اللي بعديه؟ الطن. هنا 3 كيلوز 850، 2 كيلوز هاف كيلو. ال 3 كيلو جرامز ب 3000 جرام، وال 2 كيلو جرامز 2000، الهاف ب 500. يبقى مين اقل حاجه؟ ال 500 جرام اللي هي هاف كيلو جرام. مين اللي بعديها؟ 850 جرام، واللي بعديها 2 كيلوز، واللي بعديها 3 كيلوز. يلا اللي بعد كده 5000 جرام، 7 كيلو جرامز اللي هي ايه؟ اللي هي 7000 جرام. هاف طن اللي هي ال 500 كيلو جرام، ده كتير جدا. اند 120 كيلو جرام. مين اقل حاجه؟ اللي هي ال 5000 جرام. مين اللي بعديها؟ 7000 جرام اللي هي 7 كيلو. مين اللي بعد كده؟ 120 كيلو. واللي بعد كده هاف طن. يلا اللي بعد كده 700 جرام، هاف كيلو جرام اللي هي 500 جرام، 1 اند هاف كيلو جرام اللي هي 1500 جرام، وهنا 200 جرام. مين اقل حاجه؟ ال 200. يبقى 200 جرام. مين اللي بعد كده؟ 500 جرام اللي هي هاف كيلو جرام، وبعد كده 700، وبعد كده ال 1 اند هاف كيلو جرام. يلا نشوف دي 12500 جرام، 17 كيلو جرام اللي هي 17000 جرام، 1 اند هاف طن دي كتير جدا، دي 1500 كيلو جرام، وعندي هنا 700 جرام، يبقى اقل حاجه 700 جرام. واللي بعديها 12500 جرام، واللي بعديها 17 كيلو، واللي بعديها ال 1 اند هاف طن. تعالوا نشوف الاكسرسايز السهل ده. بيقول لنا look at the scales، بصوا على الميزان ده، then write the weight in each of the following cases، وبعد كده نكتب الويت. لو بصينا في الكتاب وشفنا الايرو ده جاي فين او السهم ده جاي فين، هنلاقيه جاي عند ال 6. يعني معنى كده ان الضغ دي وزنها 6 كيلو جرام. طيب الفروتس ديت الوزن بتاعها قد ايه؟ نبص هنا between ال 6 and ال 7، جايين في النص بالظبط، يبقى 6 and 1 over 2 كيلو جرام. طب يلا اللي بعد كده الباك ديت الويت بتوين ال 4 اند ال 5 في النص بالظبط، يبقى 4 اند 1 اوفر 2 كيلو جرام. اللي بعديها بيقول لنا لوك ات ذا ريدنج اون ذا ويتنج سكيل ان ايتش اوف ذا فولوينج كيسز اند كومبليت. احنا هنا دلوقتي حطينا حاجه على الميزان، الميزان مشي كده لحد ال 800. ايه بقى ال 800 دي بقى؟ هل 800 جرام؟ ناخد بالنا احنا عدينا هنا ال 1 كيلو اهو، يعني مشي عدى ال 1 كيلو وجه بعد كده لحد الايه؟ ال 800، يبقى اكنها 1.8 كيلو جرام. يلا هنا عدينا 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلوز، وبعد كده ايه؟ 400، يبقى 3.4 كيلو جرامز. اللي بعديها عايزين نقيس بالجرام، هنا مشي من اول الزيرو لحد 600، يبقى على طول 600 جرامز. وهنا مشي زيرو، هنا عدى 1 كيلو يبقى هنا 1000، هنا 2 كيلوز يبقى 2000، وبعد كده لحد كام؟ لحد 700، يبقى 2700 جرامز. نيجي نشوف الاكسرسايز ده. بيقول لنا دينا 6 years old، she weighs herself، يعني وزنت نفسها. look at the reading on the scale، how much does she weight and choose. هنا السكيل ده بيقول لي وزنها قد ايه؟ هل هي عند ال 12 ولا قريبه من ال 13؟ ده قريبه من ال 13 قوي، يعني هل هي 12 كيلو جرامز ولا 12.8 ولا 83 ولا 80 كيلو جرامز؟ ناخد بالنا ان هي 6 years old، دي صغيره، عمرها ما تبقى 83 او 80 كيلو جرامز خالص. امال ايه؟ هناخد على السكيل اللي فوق ده، يبقى 12.8 كيلو جرامز. طيب يلا اللي بعد كده. A parcel is weighted at the post office. في كده حاجه جايه لنا بالبريد والمفروض ان هي تتوزن. And gives the reading shown in the picture. ولما جينا وزناها طلعت دي القرايه. How much does it weight? We choose. القرايه دي كام؟ ناخد بالنا بقى.
هنا ال 400، هنا الايه؟ ال 500. المفروض ان النص بالظبط هنا كده، هنا كده يعني تقريبا هنا كده، ده ال 450 جرامز. هي اكبر منها شويه يعني. هل هي 400؟ لا، 400 تبقى قريبه من هنا. 412؟ لا، برضه قريبه من هنا. هل دي 480؟ لا، 480 تبقى هنا. امال دي تقريبا كام؟ دي 460. يلا اللي بعد كده. We am has weighed a tin of potatoes on some digital scales. What is the reading we choose? الريدنج دي عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، عباره عن 1.172 كيلو جرام اللي هي ظاهره قدامنا هنا. يبقى هنختار ايه؟ هنختار دي. يلا نشوف مجموعه من الورد بروبلمز. نبيله بوت 3 كيلو جرامز اوف اورنجز فور 200 بيسترز ايتش and 2 kilograms of grapes for 300 each. How much money did she pay? يبقى هي دفعت قد ايه؟ يبقى الاول لازم نحسب سعر ال 3 كيلوز بتوع الاورنجز، ونحسب سعر ال 2 كيلوز من الجريبز، وبعد كده نحطهم على بعض. يبقى هنا the price of the oranges equals 3 كيلوز تايمز 200 هيدينا كام؟ 600 بيسترز. وبعد كده هنكتب the price of الجريبز. هي equals ايه؟ انا عندي 2 كيلوز، الكيلو الواحد ثمنه كام؟ 300. يبقى هيديني 600 بيسترز برضو. بعد كده نعمل ايه؟ نقاد الاتنين دول على بعض. يبقى how much money did she pay؟ يبقى she paid، هنقول 600 بلس 600 اللي هي هتيكوالز كام؟ 1200 بيسترز. يلا اللي بعديها. فرح بوت 2 كيلوجرامز اند ا هاف اوف جرين بينز اند 2 كيلوجرامز and a quarter of potatoes. How many grams did فرح كاري؟ يبقى هي هتشيل قد ايه؟ هي شايله قد ايه دلوقتي؟ هي في الاول اشترت 2 كيلوجرامز اند هاف، يبقى انا عندي 2 كيلوجرامز اند هاف، الكلام ده بلس 2 كيلوجرامز اند a quarter، يبقى 2 كيلوجرامز اند a quarter. ده هيكوالز كام؟ هنا 2 بلس 2 يديني 4، و half plus quarter يديني 3 over 4، لأن ال 1 over 2 عبارة عن 2 over ال 4. ده كده بالإيه؟ بالكيلوجرام. هو بيقول لي بقى إيه؟ how many grams؟ يبقى نحول ده لجرامز، يبقى هت equals 4750 grams. يلا اللي بعديها. The price of 1 kilogram of meat is 35 Egyptian pound. A family eats 1.5 kilograms of meat every week. كل week بياكلوا 1.5 kilograms. How much money does this family pay for a meat in a month? يبقى في الشهر هيدفعوا قد ايه؟ يبقى لازم في الاول نعرف هم هياكلوا قد ايه في الشهر. ال 1 week بياكلوا 1.5، يبقى في الشهر كله هياكلوا قد ايه؟ هيبقى 4 times 1.5. ليه قلنا 4؟ لان انا عندي المانث في 4 ويكس، يبقى نكتب زي ايت ان ا مانث ايكوالز، هيبقى 4 تايمز ال 1.5 اللي هتدينا كام؟ اللي هتدينا 6 كيلو جرامز. يبقى هم بياكلوا 6 كيلو جرامز في الايه؟ في الشهر. طب احنا عايزين بقى نعرف البرايس بتاعهم قد ايه؟ يبقى هنقول 6 تايمز ال 35، يعني the price of the meat in a month, the price of the meat in a month is هيبقى 6 times الايه؟ ال 35. 6 times 5 30، 0 هنكاري up 3. 6 times 3 18 plus 3 يديني 21. طبعا ده ايجيبشن بقى. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الليسون.
اسم سهل جدا، التحولات اللي فيه بسيطة. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ليكم إن شاء الله.